وجودي في أحمد شوقي شيء كيشرفني لأنه فنان مجتهد وإنسان عزيز على قلبي، فأنا جيت من غير تردد وكنتمنى ليه كل النجاح والتوفيق يا رب. جديدي فاطمة التاويز توجور لا ميم شوز، معاناة المرأة المغربية. يمكن دابا وليت كنطرق شي شوية مواضيع شي شوية جادة، منهم كيف لاحظنا السيمانة اللي فاتت كدويت على المستشفيات، ندوي على البيئة، ندوي على المدارس، ندوي على العطلة، ندوي على المهاجرين المغاربة، مشكل السكن. فكنحاول أن البيرسوناج يكون شي شوية جدي، نحاول يكون فيه فكاهة وتكون فيه جدية. فكنحاول، انا كنظن انه شيء كيشرف ان الناس يتطبعوا بفاطمه التاوي، نتمنى انهم يديروها كما هي فاطمه التاوي، وما يكونوا هادفين، ما يكونوا ساذجين. فالله يعاونو، علاش لا؟ الا كان مختلف ولا كانت عنده شي رؤيه جديده ولا كانت عنده شي حاجه جديده، الله يعاونو، علاش لا؟ سعد مبدع، سعد مبدع، سعد مبدع، وعيب قديمه مبدع. سعد انسان خلوق، انا كنقولها لان عرفته عن قرب واحد الوقت، وسعد من عائله فنيه وعندهم تاريخ ومجد في الفن. فكنظن ان اختياره كان متميز، وباقى الايام فين غادي يعاود يخرج اغاني وحده اخرى واغاني وحده اخرى. انا شخصيا الاغنيه عجبتني. حمزه مون بيبي ماشي فنان باش ندوي عليه، حمزه مون بيبي شخصيه مجهوله اللي انا اصلا ما كنعرفهاش، فما دواش عليا غير انا كيدوي على كل شيء، هو حر يدوي على اللي بغى، كل شيء كيدوي على كل شيء. هذا هو السوشيال ميديا، وهذو هما الضريبه ديالو، هذه هي الضريبه ديال الشهره. فما يمكنش غادي تنجح وما يدويش فيك الناس، فلما يدويش فيك الناس اذا انت تو نيكزيست با. ما بغيتش نعرف الصراحه، ما عندي حتى فكره وما بغيتش نعرف. الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. صراحه ما نقدرش نجزم بشي حاجه ما كايناش. الله اعلم، الله اعلم. المهم هو كيف ما كان، راه ان كونت يكون ديال هذا ولا ديال هذا ولا ديال هذاك، المهم سا اكزيست، المهم راه كيدوي في عباد الله، المهم راه داير داك الشيء ديالو، الله يعاونو عليه. يمكن هكاك هو باش كيعيش، الله اعلم. ما نقدرش ندوي على شي حاجه انا ما عارفهاش. ما يمكن بتات، الله اعلم، ما عرفتش. قدر هاد الشيء اللي تيقولوا، هاد الشيء اللي تيقولوا، هاد الشيء اللي تيقولوا، ولكن ما بف. هذا لا يثنيني عن استمراري، وهذا لا بالعكس، هذا يحفزني انني نزيد اكثر واكثر. فما كاينش غير حمزه مون بيبي، يمكن حمزه مون بيبي هو تيبان او لا تيدوي تيبان، ما كاينين حمزات مون بيبيات وحدين اخرين باغتو في لا سوسيتي ماروكان اللي كيديروا نجيهم نجاح الناس. فما عندي حتى شي مشكل، اللي بغى يقول شي حاجه يديرها، اللي بغى يحط صور ديال شي حد يحطهم. ما انا بنت غادي نتزوج وغنتسنى واحد الراجل غادي يجي يخطبني. فاطمه التاوي راه شخصيه منسوجه من الخيال، فانا كنبقى اوزيلال مولا يوسف، ما عنديش حس المشكل. يعني اللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها، اللي بغى يقول شي حاجه يكتبها. انا كندير واحد الحاجه اللي انا مقتنع بها، وكنقدم واحد الرساله اللي انا مقتنع بها. اللي بغاها يقراها، اللي ما بغاهاش يقطعها.